السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، اموركم مزيان اليوم ان شاء الله. وتحت الطلب ديال احد المتتبعات ديالي ديما كنشوف لي كومونتير فاطمه زهره، بارطاجي معنا شي حاجه ديال الكحوليه اللي كتكون في العنق. مهم اليوم ان شاء الله كتب انني نبارطاجيها معاكم. مهم، الا كان العنق ديالك فيه مشكل ديال تصبغات او الكحوليه او الطبايع ديال الشمس او اي حاجه بحال دابا، بزاف ديال البنات وانا وحده منكم، ما غاديش اللي خرج من الجماعه شيطان. انا منكم البنات، العنق ديالي كيولي كحل مختلف على اللون ديال وجهي، مني كنهز شعري الفوق وكتكون الشمس بزاف فكيكحل لي عنقي بزاف بزاف، يعني حاجه طبيعيه. البنت تكون لابو ديالها سونسيبل من هاد الناحيه هذه، يعني دغيا كتلون، دغيا لابو ديالك كتلون. فاليوم غنبارطاجي معاك واحد الوصفه سهله زوينه، خصك غير تتبعيها وداوميها وان شاء الله غادي تلقاي عليها نتيجه بطبيعه الحال. المهم هاد الوصفه فقط للعنق، ما كاين لا وجه لا حتى شي حاجه، غير العنق بوحديتو، خصوصا هاد البلايص. كذلك واحد الحاجه، البنات اللي كيستعملوا هاد السناسل هادو ما كنهضرش على الذهب وما كنهضرش على النقره، كنهضر على النيكلاج. هاد الشيء هذا اللي ولا دابا بحال هادي اللي دايره انا، راه ماشي ذهب وانما غير نيكلاج. فهادو البنات كيكحلوا العنق، وهادو حتى هما تيكحلوا لي صراحه العنق ديالي، خصوصا مني كندير البارفان. ملي كندير البارفان بحال كتقاس بالبارفان وكتبقى ديك الكحوليه هكايا مطراسيه ليا في عنقي. فهادو تفاداوهم البنات انكم ترشوا عليهم لي بارفان اولا تفزقوهم اولا شي حاجه، حيتاش هما بصراحه كيخليو العنق ديالك يولي كحل. كذلك الى عرق لك العنق ديالك وكنتي انت ضايجه دايره سلسله، فالعنق ديالك كيولي كحل من غير يعني نخليو حنا الشمس ونخليو كل شيء. غير هاد الناس حتى هما عندهم ديك عندهم دور في هاد القضيه هادي ان العنق ديالك كيكحل. مهم، الا كنتو اول مره كتشوفوني ما تنساوش انكم تابوناو عفاكم البنات وتفعلوا لي الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد ديالي. غادي نمشي نصاوب الوصفه ملي تشوفوا المكونات وداك الشيء ونعاودوا نرجعوا باش نديرها على العنق ديالي. يلا خليكم معايا وما تمشيو فين البنات. اشنو غادي نحتاجوا لهاد الوصفه هادي؟ اول حاجه غادي نحتاجوا ليها اللي هي، شوف انا عقلتوا على هاد القرعه البنات، كانت صافي خوات بقات فيها معلقه، انا عاوتاني دابا طحنت من الخرطال اولا الشوفان ودرتو فيها. صافي غادي ندير معلقه صغيره ياك، وغادي نزيد معلقه ديال نسكافي. فريمون هاد الوصفه زوينه، غير داوموها البنات راه زوينه بزاف. وغادي نزيد ثالث مكون، يعني المكونات ديالي باينين ساهلين وزوينين كيعطيوك نتيجه فعاله ومضمونه. غادي نزيد تقريبا واحد نص ساشيا ديال الخميره ايديال، اللي هي نص معلقه، لان الخميره ايديال كتكون فيها 8 غرام 7 غرام اللي هي يعني معلقه. صافي هنا غادي نخلط النواشف ديالي مع بعضياتهم بحال هكا. المهم هاد الوصفه خاصه للسواد يعني اللي كيكون في الرقبه او العنق. صافي غادي ندير الخل البنات، غادي نخلط الوصفه ديالي بالخل كما كتشوفوا البنات. يعني بعد ما كنخلطوا بالخل دوك المكونات كيتفاعلوا مع بعضياتهم، خصوصا الخميره يعني كيتضاعف الحجم ديالها. مازال غادي نبارطاجي معكم واحد الوصفه زوينه بزاف البنات، بواحد المكون اللي غادي تستغربوا منه ان شاء الله عما قريب غادي نبارطاجيها معكم. المهم هذه هي الوصفه ديالي، غادي نطبقها ان شاء الله دابا على الرقبه. المهم الزوينه ديالي انا رجعت معكم كما كتشوفوا. المهم دابا راه الصباح، عرفتي شنو، يلا فطرت انايا، عرفتي يلا فطرت. المهم قلت والو غادي نصور هذا الفيديو نحيدو عليا، حيت تقدر تجي شي حاجه على غفله كنكون جالسه مع عليا ما بيا حتى كتجي شي خرجه ولا هذا، فضروري نحيد عليا الفيديو بطبيعه الحال وصافي. مهم اول حاجه نحيد السناسله، بزاف منكم سولوني على هاد السناسل هادو. هانتوما البنات، هانتوما هاد السناسله هادي دايره 1600، واللي عجبني في هاد السناسل هادو البنات هو انهم قصيورين، يعني ما كتكونش هابطه لتحت وانما كتكون شاده لك غير العنق ديالك بحال هكا.
كيجيو زوينين وكاينين بزاف ديال الاشكال. المهم هادو فراشات هانتوما. وواحد النصيحه نعطيها لكم مادام انني غادي نهضر على العنق والسناسل وهذا، هاد السناسل هادو نيكلاج ما كيبغيوش انك تقصيهم بالماء، وما كيبغيوش انك تقصيهم بالريحه ولا شي حاجه يعني هكا بحال هكا، لانهم اللون ديالهم كيتغير. فهادو صراحه زوينين بزاف بزاف، ولكن اللي خايب هو انك ملي كتقيسيها بالبارفا ولا شي حاجه كتولي كحله وكتكحل لك عنقك. المهم ما علينا، بالنسبه للوصفه ديالي بعد ما تفاعلات هانتوما صافي غادي ناخذها وغادي يعني نقومي لابو ديال العنق ديالي مزيان مزيان بحال هكا. الاساس هو انك ما تكونيش دايره مكياج، هذه اول حاجه، ما يكون لا فون دو تال حتى شي حاجه على البشره ديالك، ويستحسن انك تكوني يعني منظفه هاد المنطقه هذه ديال العنق. صافي كديري هذه بصراحه هذه تبريمه البنات ديال العنق خطيره صراحه. خاصك غير تقومي، الريحه ما نعاودش لكم، كانت تعمد البنات ندير القهوه في التبريمات. بزاف منكم تيقولوا لي كيحمقونا التبريمات ديالك فاطمه الزهراء، كيحمقونا التبريمات ديالك. علاش؟ لان البنات انا عارفه شنو لمستو في التبريمات ديالي. اول حاجه، اول انطباع خديته هي الريحه. القهوه شي حاجه اللي واعره صراحه، فهاد التبريمه هذه اولا هاد الخلطه هذه البنات يفوا كتغسليها، واخا تغسليتها بالصابون راه كتبقى الريحه ديال الكافي في العنق ديالك واعره. مهم دابا غادي نقومي مزيان مزيان، ركزوا على البلايص اللي فيهم هاد المشكل هذا ديال الكحوليه بحال هكا. صافي كتخليوها حتى كتنشف وكتبرموها، يعني كتخليو التبريمه ديالكم حتى كتنشف تماما وكتبرموها. واخا ما فيها لا فروماج لا بيض اللي غادي يبرمها، كتبرم لان فيها النشا اللي هو الخرطال. عندك يسحب لكم النشا هو الخرطال، الخرطال من النشويات بطبيعه الحال. المهم كنقوميو مزيان مزيان بطبيعه الحال حتى في العنق من اللور. مي انا دابا كندير قدامكم، وانتيا راه بطبيعه الحال غادي تكوني ديريها مثلا ملي تبغي تدوشي، اولا تكوني لابسه شي لعيبه هكا يعني اللي ما غاديش توسخيها، فهمتي بحال هكا. مهم غادي نخليها حتى تنشف ونرجع معاكم باش نبرموها ان شاء الله. خليكم معايا وما تمشيو فين، ما تنساوش هذا الانستغرام ديالي، اجيو عندي تما كاينة مرحبا بكم. الا بغيتو تسولوا على اي حاجه، الا بغيتو تسولوني على شي وصفه، اولا بغيتو شي وصفه نديرها ليكم، خليوها ليا في لي كومونتير اولا خليوها ليا في الانستغرام. وهادشي اللي كاين البنات، انا ما عليا غير اختي نوض ونلبي الطلبات ديالكم ونلبي داكشي اللي كتقولوا ليا. المهم نخلي هادشي ينشف ونعاودو نرجع. صافي البنات انا رجعت معاكم بعد ما نشفات ليا التبريمه، كما كتشوفوا كتنشف. دابا ان شاء الله راه غادي نبدا يعني نبرم فيها. بحال هكا كاينين شي بلايص ناشفين وشي بلايص مازال ما نشفوش بزاف، فحاولوا ما امكن تخليوها يعني تكون موحده في النشوفيه. وهذيك الخميره البنات راها واعره صراحه، لان فريمون كتحيد لينا التصبغات وكتحيد لينا يعني دوك الطبايع اللي كيكونوا في يعني هكايا في اللحم ديالنا. صافي كنبرم مزيان مزيان، كتبقى كيبقى اللون ديال القهوه، فغادي نغسلو ان شاء الله.
ضروري. ومن بعد راه كترطبوا بشي حاجه يعني، ما كت ماشي غير كتحيدوها وداكشي صافي وكتديروا، لا ضروري كترطبوا. المهم كتبرمو مزيان مزيان باش حتى داك جلد الميت كيطير مع التبريمه. اللون اللي بقى البنات راه كتشوفوا اللون ديال الوجه ديالي، اللون اللي بقى راه اللون ديال القهوه، حاجه طبيعيه لان ما دايرينش الفرماج اللي غادي يتقلح حتى اللون. صافي البنات انا دابا بعد ما حيدتها كما كتشوفوا بقاو لي الطبايع ديال القهوه يعني في العنق ديالي، فدابا غادي نمشي نغسل وجهي ونرجع باش ندير واحد المرطب طبيعي حتى هو باش هكا العنق ديالنا ما ينشفش لينا. المهم زوينات ديالي ها انا رجعت معكم ها نتوما يعني بعد ما يعني غسلت العنق ديالي هانتوما شوفوا توسخ ليا البودي. دابا غادي نرطب العنق ديالي بالزيت ديال الكوك، زيت الكوك البنات جوز الهند هذا من عند لا مارك كونيف كوسميتيك. صراحه دابا مع البرد كرم في القرعه، خصني صراحه نديرو في بماغي خلي حدا البلاصه السخونه. المهم كنرطب رطب باي حاجه بغيتي، انا اغلبيه كنرطب صراحه بالكوك لان كتكوني انت درتي واحد عمليه تقشير للوجه ديالك، فكاينه البنت اللي عندها لابو شويه سونسيبل كتحمر ولا شي حاجه ضروري، اولا تتكون عندك لابو جافه وانت ديجا درتي تقشير تبريمه ولا بقوماج ولا بشي حاجه فكتزيد لابو تنشف، فضروري ترطبي وديري يعني حركات حتى الى عندك تجاعيد ولا شي حاجه ما كيبقاوش. صافي هذه الوصفه ديالي ديال اليوم، كنتمنى انها تعجبكم البنات، و لا بغيتوا اي وصفه ولا شي حاجه قولوها لي في لي كومونتير وانا غادي نديرها لكم ان شاء الله. فتهلاو ليا بزاف فريوسكم وبسلامة عليكم.